مساء الخير، كيف كل شي الأخبار؟ هالشهر كان صعب علينا وعلى الكل كما انتم عارفين، ويعني ما طالب بيتنا غير الدعاء، فيا رب الله ينصرهم ويصبرهم وإن شاء الله نسمع النصر القريب. قول آمين، قول آمين. صلي تقريبا شي 3 أيام أو 4 أيام عم بسمع موسيقى وصوت بيز كتير عالي، بس الظهر والعصر يعني بالليل ما بسمع ولا صوت. ففكرت انه واحد جايب فكرات جديده قاعد عم يستخدمهم هون، يعني عم بيطلع الصوت يعني من هالبنايه تقريبا او من هاي او من هنيك، تمام. فاستغربت انا من الموضوع انه ليش هذا كل يوم قاعد بيسمعنا اغاني. اليوم ما شغلوها الظهر، شغلوها هلا بالليل، والصوت كان كنت عم بتحمم، الصوت كان كتير عالي كتير عالي، بس هلا موطينه. المهم عم بطلع هيك عم بلاقي هنيك، شوف شو عاملين، في عاملين ما بعرف شو، في شغلة حدا باني هنيك، شغلة ستيج، والله مش فاهم شو هاد. بس حسب ما انا شايف، شوفوا اللي معلقين هذا فوق اللي هنيك، هاي جمجم. ايوه اوكي، هالوين. ايوه والله كان في اضاءة، فكرة كثير قوية. اعتقد كمان اشتكوا عليهم قالوا لهم خفف الاضاءة لانها بتجي على بيوت الناس. كان الموضوع جدا مولع عندهم، ما بعرف شو كان صاير. وطوا الاغاني، طفوا الاضاءه، خلون على الساكت. شوفوا حتى في درون، شفتوها هيها. ايوه والله صراحه انا ما في نوع انا اشيك على المنطقه، اشيك على حارتي، فكر انزل شوف شو الوضع. ساره مشغوله قاعده عم تعزل البيت، اليوم قررت تعزل الستور. ساره وينك؟ شو عم تعملي؟ عم ضبط الستور. كيف التظبيط؟ ما ضبط شيء، بس دحوشه. لا بس حطيتيه بالزوايا، حطيته يعني ما ورجيهم اصلا. ما بنصحك. ما بنصحي. لا